التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كل مساحات مشروع مستقبل مصر الزراعي مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم. يعقد اليوم مجلس النواب العراقي جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث تأتي تلك الخطوة بعد أشهر طويلة من الخلافات السياسية وعجز الأطراف الفاعلة عن التوصل لاتفاق وإكمال الاستحقاقات الدستورية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نتيجة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين ضم موسكو أراضي أوكرانية هي رسالة واضحة لروسيا. وقال بايدن إن الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، وإنه لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة، معتبرا التصويت بمثابة دفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وإدانة لمحاولة روسيا غير القانونية لضم أراضي أوكرانية بالقوة. دافع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن قرار بلاده بضم 4 مناطق أوكرانية، وخلال جلسة الجمعية العامة للتصويت على قرار يدين ضم روسيا أراضي أوكرانية، قال نيبينزيا إن تلك الخطوة لم تخالف المواثيق والقوانين الدولية لأنها جاءت نتيجة استفتاء لسكان هذه المناطق، معتبرا أن الدعم الغربي لأوكرانيا يهدف فقط إلى الإضرار ببلاده. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بأنها ستزود أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي من طراز أمرام للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية. وأضافت الوزارة أن تلك المساعدات ستشمل للمرة الأولى صواريخ قادرة على إسقاط صواريخ كروز، وأنه سيتم تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ في الأسابيع المقبلة لاستخدامها مع أنظمة الدفاع الجوي التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها. كما أعلنت الوزارة أنها ستقدم لكييف مئات الصواريخ المضادة للطائرات، بالإضافة إلى مئات الطائرات و18 مدفع هاوتزر. أكد القادة الاقتصاديون في صندوق النقد والبنك الدوليين دعمهم لأوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة في واشنطن. وخلال الاجتماع أعرب القادة عن دعمهم لاحتياجات أوكرانيا وإعادة أعمار البلاد، مؤكدين أنهم يعملون عن كثب كمجموعة دولية للتحضير لجهود إعادة الإعمار. وشارك في الاجتماع كل من رئيس مجموعة البنك الدولي وكذلك أيضا كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية. أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية تجريها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية رسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على هذه التجربة شخصيا، مشيرة إلى أنهما حلقا فوق البحر لمسافة 2000 كيلومتر.
مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، والآن عودة للزميل باسم طبانة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح.